هذا مطبخه. دعك على الصفوف دعك. هذا خزن. لا يحتاج الفقر في سوريا لدراسات أو تحقيقات للتأكد من وجوده، فقد بات ظاهراً للعيان في كل المحافظات، خاصة وأن أكثر من نصف السكان يعانون الفقر، وذلك وفق ما أعلن عنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، وهو ما يمثل نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص. نائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق أليسار شاكر قالت إن أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم أكثر من 7 ملايين سوري يعيشون على خط الفقر، مقابل قرابة 4.5 مليون يعيشون في فقر مدقع. دراسة سابقة للأمم المتحدة نشرت في 2010 تشير إلى أن 5.3 مليون شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر، بينما تبين دراسات أخرى أن 1% منهم كانوا تحت خط الفقر. ولأن القصف اليومي منذ أكثر من عامين من قبل قوات النظام على المدن والبلدات لم يبق على الورشات والمصانع التي كانت مصدر رزق آلاف العائلات، فقد ازدادت نسبة البطالة بشكل واضح وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشمل حوالي نصف عدد القادرين على العمل في البلاد. العالم يتفرج. وبعد أن كان عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا يركز على التنمية ودعم سياسات الحد من الفقر، تغير هذا العمل ليتحول إلى عمل إغاثي مع تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم، مما يسمح لهم بالعيش بصورة مقبولة والحد من وقوعهم تحت خط الفقر. ممثلة البرنامج في سوريا أوضحت أن توزيع المستلزمات المعيشية ليس حلاً ولن يعزز صمود المجتمعات، موضحة أن البرنامج يريد العمل على ما يسمى التعافي المبكر وإمكانية منح السوريين فرصاً للدخل، وذلك لمساعدتهم على الانطلاق من خلال تعلم حرفة للمستقبل. الحرب في سوريا لم تبقي على بيوت للسكن ولا مصانع للعمل ولا مشافى للعلاج ولا حتى طرقا صالحة للاستخدام، فبين الركام يحاول السوريون شق طريقهم أملا في التكيف مع أزمة إنسانية تشتد صعوبتها كل يوم.